قال المستشرق الألماني ألويس شبرينجر: إن الدنيا كلها لم ترى ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درس بفضل علم الرجال الذي صمموه درس حياة نصف مليون رجل. وحتى قال المستشرق الإنجليزي الكبير مارجيريوس في إحدى محاضراته عن هذا العلم، قال: رغم أن نظرية الإسناد عند علماء الحديث قد سببت كثيراً من المتاعب، نظراً لما يتطلبه البحث في توثيق كل راو من رواة الأحاديث، إلا أن قيمة نظرية الإسناد فيما يتعلق بدقة الحديث النبوي لا يمكن الشك فيها، ومن حق المسلمين أن يفتخروا بعلم الحديث من علومهم. هذا الكلام المنصف لم يصدر عن علماء الغرب رغم صعوبته على ألسنتهم، لم يصدر إلا بعد مكابدات طويلة في الدرس والبحث والتنقيب، وبعد أن تبين لهم أن التاريخ لا يعرف شخصاً آخر نبياً أو زعيماً أو بطلاً غير محمد صلى الله عليه وسلم، سجلت فيما يقول العلماء جميع وقائع حياته وجميع أفعاله وأقواله وأسفاره وأخلاقه وعاداته، حتى شكل لباسه وخطوط وجهه وكيفية تكلمه ومشيه وأكله وشربه ونومه وتبسمه ونمط عشيرته في أهل بيته ومع أصدقائه وأعدائه، وغير ذلك مما حفلت به مراجع السير والتاريخ. وأختم كلمتي بالعودة إلى رحاب صاحب هذه الذكرى صلوات الله وسلامه عليه، لأتساءل تساؤل تعجب ودهشة، تساؤل تعجب ودهشة بالغة: من أنبأ هذا النبي الكريم قبل 14 قرناً من الزمان أن أناساً ممن ينتسبون إليه سيخرجون يوماً من الأيام ينادون باستبعاد سنته والاكتفاء بها عن القرآن، ليحذرنا من صنيعهم وهم لا يزالون في كتم العدم وغياهب الظلمات، وليقول لنا في حديث صحيح: يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته. وهذه العبارة متكئاً على أريكته تشير إلى أن هؤلاء مستريحون مادياً. يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. أليس هذا دليلاً من دلائل نبوته ومعجزةً من معجزاته التي لا ينطفئ سراجها الوهاج على مر الزمان وكر الظهور؟ سيادة الرئيس، أكرر تهنئتي لسيادتكم، وأسأل الله تعالى لكم المزيد من العزم والتوفيق والسداد، وأن يحقق الله على أيديكم آمال البلاد والعباد. شكراً لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير.